أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الوضع الميداني والإنساني في مديرية حجور بمحافظة حجة. أصدرت مقاومة حجور في مديرية كشر بحجة بيانا ناشدت فيه الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة بالتحرك العاجل لفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي. وطالب البيان بتكليف مدير أمن المحافظة العميد أمين الحجوري بقيادة معركة فك الحصار من خلال أبناء حجور الموجودين في صفوف قوات المنطقة العسكرية الخامسة ومحور حرض. وقال البيان إن المقاومة تواجه قوة عسكرية غاشمة بإمكانات بسيطة وأن القرى تتعرض للسحق والحصار بمختلف الأسلحة. هذا وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات الأسر من مناطقها في الأيام الأخيرة إثر استعار المواجهات ودخول مقاتلات التحالف خط المعركة. المصادر أوضحت أن الميليشيا منعت وصول الغذاء والدواء إلى القرى المحاصرة هناك. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في حجور والتي تتعرض لحرب إبادة من قبل الميليشيا الحوثية، ولماذا الخذلان من قبل الشرعية والتحالف لمقاومة حجور؟ قبل النقاش نتابع التقرير. إنه من حجور بيان استغاثة عاجل لفك حصار ميليشيا الحوثي عليها. وقد وجه البيان الذي حمل في طياته الشعور بالخذلان من الشرعية والتحالف مناشدة للرئيس هادي ونائبه وقيادات التحالف بالتدخل السريع لدعم اقتراح محلي يساهم في تحرير النساء والأطفال الذين يتعرضون لهجمات بشتى أنواع الأسلحة. يتفهم أبناء حجور العراقيل السياسية التي تمنع الجيش من مساندتهم، ولذا نص مقترح لهم على دعم خطة أهلية لفك الحصار بأبناء المنطقة من خلال فتح معركة مع الحوثي في منطقة مستبة. وذكر البيان الرئيس هادي بوفاء كشر حجور له وللجمهورية. تأتي هذه الاستغاثة بالتزامن مع المعارك العنيفة التي تشهدها حجة بعد فتح ميليشيا الحوثي بتأكيد مصادر محلية جبهة جديدة جنوب كشر في محاولة منها لإخضاع كشر بالقوة وسط مقاومة شرسة من أبناء المنطقة. الحرب التي تشن على حجور وفق ناشطين تأتي بسبب موقفها الوطني والجمهوري ورفضها الولاء للميليشيا، حيث عرض الحوثي على قبائل حجة الانخراط في حربه ضد الشرعية والتحالف، وهو العرض الذي جوبها بالرفض تماماً. تستخدم ميليشيا الحوثي الأسلحة الثقيلة في قصف قرى حجور، وقد اتهم بيان الكتل البرلمانية المؤيدة للشرعية الحوثي بارتكاب جرائم حرب في مناطق حجور، وقد تسبب القصف في نزوح العشرات من الأسر. وفيما يبدو فإن حجور قررت النضال وحيدة وليس لأبنائها غير الله والجبال. أرحب بضيوفي. بداية من حجة ينضم إلينا وليد أبو علبة أحد مشايخ حجور، أهلا بك. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك، وأيضا سينضم إلينا الناشط السياسي عامر السعيدي من مأرب. أبدأ معك أخ وليد، قبل أن نتحدث عن ما جاء في بيان أبناء حجور، لو نبدأ برصد آخر التطورات وجديد الوضع الميداني، كيف هو الوضع الآن في حجور؟ أخي العزيز، أولا اسمح لي أن أشكركم وأشكر قناتكم وطاقمكم وضيفكم العزيز على إتاحة الفرصة للمشاركة معكم وإطلاعكم على المستجدات في حجور. الوضع يا أخي لن يسر أحد أنها مواجهات من جميع الجهات. الحوثي فرض حصار على مديرية كشر من جميع الاتجاهات، من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية، والمعارك تدار في جميع هذه الأماكن التي استحدث تمركز جهة الحوثي لحصار مديرية كشر. الوضع لن يسر أحد. من قبل هذه الميليشيات يتم استهداف المدنيين والأطفال والنساء وترويع الآمنين في بيوتهم. الحوثي لن لديه أي حق أو أي مشروع أن يدخل به كشر، وإنما يعني استعساف للناس ويريد استعباد الناس، وإلا أن كشر لم تقوم بالاعتداء عليه، إنما هي مدافعة على أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم وبيوتهم. طيب، في ظل هذا الحصار المفروض اليوم على منطقة حجور، هل هناك تقدم لميليشيا الحوثي وسيطرة على المناطق؟ يعني ما هو واقع المقاومة؟ إلى أي حد هناك صمود
من أبناء مقاومة حجور؟ الصمود أخي العزيز، أخواننا داخل حجور صمودها صمودهم صمود جبالها، الصمود موجود، المعنويات مرتفعة، لن يتقدم شبر واحد عما وصل إليه أو في بداية الحوثي وتمركز في الأماكن التي تمركز فيها. برغم أنه استحدث جبهة اليوم من بني شهر من جبل الشتير ومن حصن المنصور هذا الذي استشهد فيه الجشيبي الأخ عبد الجشيبي وتم دحر منه، والآن يتواجدون في عاهم في جبل الشتير في وكل، يتواجدون في المدلة، يتواجدون في نير خريم، لن يتقدموا حتى جبر والمعنويات مرتفعة عند المقاتلين، ولكن ينقصهم المدد، ينقصهم التدخل لفك الحصار عليهم، حسب أن الحوثي لن يسمح بالأدوية ولن يسمح بالمواد الغذائية ولن يسمح حتى على مستوى الوايتات حق الماء الذي تغيثهم من وادي حيران. طيب شيخ وليد، سأعود لك لنتحدث عن ما الذي قدم لمقاومة حجور من الشرعية والتحالف وما هي احتياجاتكم في هذه الجبهة. أشرك معي بالنقاش وأرحب مرة أخرى بالناشط السياسي عامر السعيدي من مأرب، أهلا بك أخ عامر. أستاذ عامر، طيب سنعود التواصل مرة أخرى بعامر السعيدي من مأرب. أعود للشيخ وليد. شيخ وليد، قلت أن اليوم الحوثي ربما فتح جبهة جديدة، واقع المعركة وفق ما يحدث على الميدان، هل الشرعية يمكنها فتح جبهات بالجوار من منطقة حجور لتخفيف الضغط على أهالي حجور؟ كيف تتعاطى الشرعية مع هذا الواقع؟ يا أخي هذا الشيء إننا نستغربه، لأنه أثناء ما قامت المقاومة في الداخل في حجور تم يعني نامت جميع جبهات الشرعية في جميع المكان في جميع الجبهات اللي كانت تقاوم منها، حتى ما سهل للحوثي سحب مقاتلينه واتجاههم إلى حجور لاقتحام حجور. القوة الذي حشدها الحوثي إلى اقتحام حجور أكثر من الذي حشدها لتحصينه للحديدة. لذلك احنا في نفس السؤال نتساءل، لماذا الشرعية لم تقوم الجبهات، لم تشعل الجبهات على الحوثي من جميع أماكنها، ولماذا لم تسهل للمنطقة الخامسة أو تعطيها توجيهات للاقتحام أو للدخول إلى مديرية مستباء إلى فك الحصار عن أخواننا في الشر وفتح الطريق لإسعال إنقاذ جرحاهم؟ الآن الجرحى يموتوا من قلة العلاج، من قلة الكوادر، من قلة يعني لا يوجد لديهم على مستوى حتى الشاش لا عاد يتوجد لهم. ثانيا نطالب من التحالف، نطالب من قيادتنا الشرعية مد أخواننا المد السريع، إنزال لهم من المواد والعلاج والبخيرة والسلاح لكي يقاوموا حتى تتحرك جيشنا، يتحرك الجيش الشرعي إلى مديرية مستباء وإلى عاهم فك الحصار الذي يقوم به الحوثي على مديرية الشرق. طيب سأعود لك شيخ وليد، أعود مرة أخرى للأستاذ عامر السعيد الناشط السياسي من مأرب، أهلا بك أستاذ عامر. أهلا وسهلا بك يا أخي. بالنظر إلى واقع ما يحدث في حجور، هل يمكن القول أن الشرعية والتحالف خذلوا حجور، أم هي ربما تكتيكات واستراتيجية في معينة في المعركة؟ التي بدأ الحشد والإعداد لها من الطرف الحوثي منذ 7 أشهر والتي بدأت على الأرض منذ شهر، نستطيع أن نقول أن الشرعية والتحالف والجميع خذلوا أبناء هذه المنطقة، لأنه إذا كان هنالك نية لدعم أبناء هذه المنطقة ونية جادة كانت بدأت بالترتيبات والإعدادات منذ أن بدأ سلطة المديرية والحشد من الجهة الغربية والشرقية وتخييم محافظة حج الحوثي وقياداته العسكرية رفيعة المستوى، وكان أبناء حجور منذ تلك اللحظة يناشدون الشرعية ويناشدون التحالف ويناشدون الجيش الوطني إلى التحرك وإلى الرد على هذه التجمعات وإلى قصفها وما إلى ذلك، لكن لم يجبهم أحد. حتى بدأ الحوثي الحرب ومنذ بداية الحرب حتى الآن مر شهر بالتمام والكمال، ومع ذلك لم يطلق الجيش الوطني في حرب وميدي طلقة واحدة باتجاه حجور.
تتعرض حجور الآن لقصف ولحصار ولكل أنواع القمع من قبل ميليشيا تمتلك عتاد دولة، بينما هم لا يمتلكون إلا أسلحتهم الشخصية التي يمتلكها أي مواطن يمني. لا يستطيع، لا، ومع ذلك لم يتحرك الجيش الوطني ولم يستر أي موقف رسمي لشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، باستثناء تدخل طيران التحالف الذي لا نستطيع أن ننكر الفضل الذي قدموه باستهداف الآليات العسكرية وبعض التحشيدات الحوثية، هو الإنجاز الوحيد الذي نستطيع أن نتكلم عنه. ما عدا ذلك لا يوجد أي تدخل رسمي للشرعية، ومجرد خيبة أمل تصيب الناس، لكنهم مع ذلك صامدون ومقاومون وسوف ينتصرون وينتصرون لأنفسهم وللوطن ولهذا الجيش المغلوب والمسلوب. طيب عامر، أنت موجود في مأرب اليوم، ربما تجمع الأكبر للجيش الوطني اليوم في مأرب، أنت ناشط سياسي وبالتأكيد لك علاقاتك وتواصلاتك مع مؤسسة الدفاع والجيش الوطني، ما التفسير اليوم المطروح لعدم دعم وإسناد حجور؟ لدينا معلومات من اجتماع قيادات عسكرية في المنطقة الخامسة أن تبريرهم لعدم تدخلهم هو أنهم إذا فشل تدخلهم فسوف تنكسر القبائل. هذا التبرير غير منطقي وغير مقبول أصلا. تدخل الجيش الوطني حتى وإن لم ينجح سيعزز من معنويات الناس، المعنويات عالية لكن ذلك سيزيد من معنويات الناس ويرفعها، وهو أيضا محاولة لستر وجه الشرعية هذه التي تخذل كل من ناصرها في كل الجبهات وفي كل المواقع وفي كل المديريات منذ بداية الحرب حتى الآن. الجيش الوطني أصبح جيش مقيد مكبل، في الجيش الوطني قوات ومقاتلين شجعان يستطيعون تحرير اليمن وتحرير دول بأكملها، لكنهم مكبلون بالقرار السياسي ومكبلون بالقادة الفشلة العاجزون الذين يستثمرون ويبنون الفلل والعمارات ويرحلون أبنائهم للدراسات في الخارج، بينما أبناء الشعب اليمني يموتون على كل الجبهات، والجيش الوطني بلا رواتب وبلا رعاية حتى الآن. طيب عامر، سأعود لك لأسألك عن لماذا تستميت ميليشيا الحوثي اليوم في السيطرة على حجور، بإمكانك شرب ماء وسأعود لك. أعود مرة أخرى للشيخ وليد أبو علامة. شيخ وليد، لماذا لجأتم إلى إصدار بيان تناشدون فيه الرئيس ونائب الرئيس والحكومة؟ هل انعدمت وسائل التواصل فيما بينكم مع مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش الوطني لتلجأوا إلى إصدار بيانات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أخي العزيز، نحن قد أصدرنا أكثر من بيان، وليس نحن فقط وإنما المشائخ والوجهاء من داخل مديرية كشر الذين يأخذون المعارك قد أصدروا أكثر من بيان وتم إرساله إلى الجهات المعنية أو إلى المكاتب، إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية وإلى مكتب مسمو وإلى حتى على مستوى الجروبات التي تجمعنا نحن والأشقاء التحالف. في ذلك التحالف كما ذكر لك الأخ عامر لن ننكر جهوده، وإنما هو مستمر بشغل الطيران بدق الآليات العسكرية، ولكن يا أخي العزيز الحوثي يفرض حصار حتى على مستوى المواد الغذائية، لن تدخل كشر العلاجات، لن تدخل كشر، يعني لا يكفي تدخل الطيران فحسب. المعركة تدار قد لها شهر تقريبا، واستنزف كل ما يوجد لدى القبائل حيث أن لديهم سلاح متوسط وسلاح خفيف شخصي لا يمكن أن يعتمدوا عليه أمام القوة الذي يمتلكها الحوثي. طيب هل الموضوع الآن هو صعوبات في المعركة، تضاريس ربما فلم يستطع الجيش الوطني التدخل؟ ما المتاح والممكن اليوم لفك الحصار عن حجور؟ أخي المنطقة الخامسة لن يبعد بينها هي ومديرية كشر غير 20 كيلو وأقل من هذا، تمام. أبناء مديرية مستبع، أنا واحد من مشايخ المديرية حق مديرية مستبع، تواصلنا مع الداخل مستمر، المشائخ الوطنيين الرجال اللي عليهم تكل عليهم الأعمال مستعدين، ولكن يريدوا التحام الجيش الشرعي بهم حيث لا يتكرر ما تكرر في حجور، حسب الجرحى وانت تديه حسب مسبه. ولكن المنطقة الخامسة كل ما أتينا لهم
أو كل ما استدعيناهم يقولوا ليس لدينا أي توجيهات للتحرك إلى مدينة مستبا أو لفك حصار عن الحجور. لذلك احنا نناشد عبر قناتكم ونناشد جميع الخيرين ونناشد حكومتنا الشرعية ممثلة بعبد الرب منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ونناشد قيادة التحالف المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان حفظه الله أن يوفروا لنا للمنطقة الخامسة أو يسمحوا لها بالتقدم إلى مدينة مستبا لفك الحصار على أخواننا في حجور حيث الحوثي لن يبقي أحد ولن يترك بيت قائم وأنه ضرب عشوائي على المدن وعلى البيوت وعلى المدنيين وعلى النساء والأطفال وترويع الآمنين حصارهم من الماء من الأكل من الشرب من كل شيء. هذا فيه جانب إنساني أكثر من الجانب العسكري اللي نهدف له. طيب سأعود لك شيخ وليد، أعود مرة أخيرة للعامر السعيدي. عامر، لماذا كل هذه الاستماتة من ميليشيا الحوثي على حجور؟ لماذا هذا الحرص؟ أولا الحوثي للأسف الشديد هو أكثر من يدرك أهمية موقع حجور وأهمية دور هذه القبائل في أي معركة. هو يريد أن يكسرهم في البداية وأن يستخدمهم كمقاتلين بالقصب وبالإكراه، ثم إن موقع هذه المنطقة موقع استراتيجي تكثر باله كثير من الغزوات ومن محاولات الجيوش التقدم باتجاه هذه المنطقة. أفضل حجور منطقة تطل على الساحل القربي من عدن حتى ميدي وعلى جيزان في السعودية، تطل إطلالة كاملة. يستطيع الحوثي أن يحول هذه المنطقة إلى منصة صواريخ يقصف بها أينما أراد وحيثما شاء. الحوثي منذ بداية الحرب حاول استغلال هذه المنطقة بشراء الولاءات، بصرف الطقوم، بصرف الملايين، بصرف الأسلحة، ومع ذلك ظل الناس يرفضون دخول أي قوات للحوثي. في المرحلة في الوقت الأخير وبعد أن بدأ الجيش بالتقدم باتجاه مثلث عاهم، حشد الحوثي كل مقاتله واستخدم كل إمكانياته للسيطرة على هذه المنطقة، لأنه يعلم أنه إذا تقدم الجيش باتجاه مستبا وهذه المنطقة ليست بيده أن المعركة ستكون خاسرة وأنه لن يستطيع أن يصمد ما دام في ظهره خنجرا جمهوريا ينتظر الفرصة المواتية ليقوم بدوره. استبق الحوثي كل هذه الأحداث وقام بالحرب على حجور، وهو الآن يشن أبشع حرب ويهجر الناس. المشكلة الأكبر أن الناس لا تجد مكان للنزوح، كل قرية تتعرض للقصف تنزح للتي تليها. الآن حجور في كشر لا يجدون حتى مخرجا للنزوح، وإذا حاولوا فإنهم سيتعرضون للإذلال والإهانة من قبل الحوثيين والاستعباد، لكنهم سيستميتون للدفاع عن أرضهم وقراهم، وسوف يلقنون الحوثي درسا كبيرا في التضحية والفداء والاستبسال. أثق من أنهم سينتصرون وأنهم سيسطرون ملاحم خالدة تتداولها الأجيال لمئات وآلاف السنوات القادمة. هم الآن صامدون بكل قوة ولن يستطيع الحوثي تحقيق أي اختراق في المنطقة، لكنهم يعانون من الحصار، يعانون من القصف بالأسلحة الثقيلة. ولقد صدر عنهم بيان أمس، أعتقد أن الحكومة الشرعية يجب أن تتعامل مع هذا البيان بجدية، لأنه أسرع حل، ولأن أبناء حجر في الجيش الوطني حتى هنا في مارب يتعطشون للمشاركة في المعركة وفك الحصار عنها. أشكرك جزيلا عامر السعيدي الناشط السياسي. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي عامر السعيدي، كنت معنا من مارب. أشرك أيضا معنا من مارب الناشط السياسي أحمد الحوري. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. في ظل هذه الاستماتة والحشد والتحشيد من قبل ميليشيا الحوثي على حجور، كيف تفسر موقف وتعاطي الشرعية مع ما يحدث في حجور؟ البعض أو الكثير يصفه بحالة خذلان للمقاومة في حجور، بالنسبة لك ما تفسيرك لما يحدث؟ بداية نشكركم على هذه الاستضافة، نشكر ضيوفكم الكرام ومتابعيكم الأعزاء.
المتابعه الحقيقه لما يحصل حاليا في حجور موقف الشرقيه وتقابلها ايضا وكذلك التحالف مما يحصل لحجور من خذلان غير عادي امر قد لا يفسر البعض بانه اعتيادي وانما امر عادي يعني لانه سبق ذلك كثير من الانتفاضات منها عتمة ومنها عدة مناطق وعدة قبائل سابقة انتفضت بدعوى صارخة من التحالف الشرعية وعندما ينتفض الكثير مثل هذه القبائل نعرف الجميع أن هذا أصل بالخذلان الكبير طبعا الشرعية دائما والتحالف العربي كلما يدعو إلى جهة أن تنتفض إلى الشعب اليمني يتفاجأ الجميع بخذلانهم وتركهم لحمة سائدة يلتهمها الحوثي بكل بساطة بينما الحوثي معروف مدرك للجميع أنه شيء غير يعني لا يسرها يعني وهذه القبائل حقيقة أثبتت وأوجدت جؤوس هائلة بأن الحوثي لا شيء أمام الحشد والتهويل التي يحشده التحالف الحوثي يعني قبائل حجور اليوم اثبتت للعالم بما لا يدع مجالا للشك ان الحوثي اوهن من بيت العنكبوت. فسقوطه اصبح سقوط ليس صعب ان جد التحالف الشرعيه في دعم ابناء حجور ومساندته ايضا. ابناء حجور اليوم اذا انتصروا بمسانده الشرعيه للتحالف سيكون هناك انتفاضات وانتصارات سابقة لجميع القبائل والمحافظات الأخرى التي يقطنون تحت هيمنة وظلم جماعة الحوثي. اليوم على الشرعية والتحالف أن يدركوا حجم المعركة التي ستخوضها مديرية حجور ضد هذه الجماعة فإن انتصرت لو سمح الله وذهبت إلى ما ذهبت إليه ثم وغيرها من بعض المناطق التي انتصرت وبقت بالخسران فوالله انها لكارثه لن تقوم من الشرعيه بعدها قائمه. هناك الكثير من القبائل اليمنيه تنتظر وتتاهب للانتفاضه ومكافحه هذا الظلم الجبروت الذي يفرضه علينا الحوثي ولكن ان خسرت حجور وانكسرت لن يكون هناك اي قبيله من القبائل اليمنيه ستتحرك او ستتاهب مره اخرى لما وصلت اليه حجور وعتمه وما سرقها من بقيه المناطق في تعز وغيرها. طيب سأعود لك أستاذ أحمد، أذهب مرة أخرى للشيخ وليد. سأعود لك شيخ وليد، ربما الأخ أحمد أشار إلى نقطة مهمة أنه حالة الخذلان هذه متوقعة وطبيعية من الشرعية والتحالف رغم مشاركة مقاتلات التحالف فيما حدث وإشهادتكم بذلك، لكن هو شبه الوضع الحال الآن في حجور أنه ربما قد يكون سيناريو مكرر لما حدث في عتمة. هل الصورة قريبة مما حدث في عتمة وهل يمكن تكرار المشهد؟ يا أخي العزيز أملنا في الله كبير وأملنا في أخواننا الأشقاء وفي التحالف أنه لن يحصل حيث أن منطقة حجور قريبة من خط الالتماس مع المواجهة مع الحوثي قريبة جدا للجيش الشرعي، لذلك لن نأمل بذلك أن تتكرر المشاهد التي حصلت في عتمة وفي بني قيس وفي كل الجبهات التي انتفضت من الداخل. لذلك احنا لن نيأس او نعطي اللي في الداخل اليأس انه با يحصل خذلان، الخذلان ليس موجود وانما نعتقد من قيادتنا الشرعيه وقياده الجيش انه تجهيز او تكتيك لما هو با يقدمه قريبا ان شاء الله، نامل منهم الفرج لانقاذ اخواننا في حجور ونناشدهم على استعجال في المرحله القادمه لانه اخواننا ضاقت بهم الحال والخناق مستمر والحصار شديد على كل من يطلع وينزل الى هذه المنطقه، فنرجو منهم ان يعجلوا باغاثه اخوانهم في كشر حيث انهم جمهوريين ومدافعين عن حريتهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. لن نقول انه سيتكرر المشهد ولن نأمل هذا بإذن الله، أن أخواننا في التحالف مستمرين بكل دعم وبكل توجيهات وكل ما تواصلنا معهم قالوا مستعدين بكل ما يلزم، الطيران مستمر، الموجهين كل قواهم لمساندة أخواننا في حجور، وإنما هي المشكلة أنه هذه المنطقة الصغيرة التي بس إن شاء الله المنطقة الخامسة تقوم بواجبها للتقدم إلى مديرية مستبى وبتنقل الجبهة من حجة إلى عمران بإذن الله.
طيب شكرا جزيلا لك الشيخ وليد ابو علامه احد مشايخ حجور، كنت معنا من حجه. اعود للاخ احمد من مارب. استاذ احمد، اذا هناك حاله تفاؤل كما سمعت من حديث الشيخ وليد، ربما الدعم ما زال مستمر ومتواصل بالنسبه لمقاتلات التحالف، لكن ربما تكون هناك خطط عسكريه قد تعمل على التحام قوات الجيش بمقاومه حجور، الى اي حد متفائل انت بهذا الطرح؟ وأمرنا هو كذلك بالله ثم بالشرعية والتحالف العربي أيضا. لا ننكر يعني بعض الضربات التي وجهها طيران التحالف في هذه المعركة أيضا، ولكنها باعتقادي الشخصي أنها قدمت خدمة كبيرة للحوثي في عملية التجيش والتهويل والتضليل ضد هذه القبائل، لأنه إذا لم يساند الضربات الجوية دعم ذري ودعم معنوي ودعم بالأسلحة الوسطى والثقيلة وتحرك أيضا المنطقة العسكرية الخامسة من مثلث عاهل الذي لا تبعد عن منطقة حجور بما يعادل 20 كيلو متر، فإذا تحركت القوة التحالف والجيش من منطقة عاهل من مثلث عاهل سيلتحم بقبائل حجور وكشر، وهنا سيكون انتصار ساحق بسيطرتهم على الكثير من مديرية حجة وعمران وغيرها، وستكون معركة فاصلة أيضا ومؤثرة على ما يحصل حاليا في الحديدة. توجيهنا ونداءنا أيضا يضاف إلى نداء أبناء حجور وبياناتهم المستمرة التي تنادي الشرعية والتحالف بإغاثتهم ومناصرتهم من هذا الحصار الجائر الذي فرض الآن مؤخرا أيضا من جميع الجهات. أطلق الحوثي حصاره على حجور من المنطقة الثالثة التي كانت أيضا بوابة، كان أبناء حجور ينتظرون ان تكون هذه المنطقه حليفه الجيش الوطني ودخوله اليهم من هذه المنطقه التي لا تبعد بينهم وبين الجيش 20 كيلو متر، فاذا بالحوثي يلتف عليهم ويقطع هذه المنطقه التي كانوا ينتظرون ان يقطعها ايضا الجيش الوطني، وفرض عليهم الحصار من هذه من مثلث عاهل. وللاسف الشديد اننا أن الجميع يناشد التحالف العربي أو الشرعية وهم يدركون أيضا معنى المعركة وخطورتها، ولكن للأسف أن الحوثي أدركها قبلهم وسيطر على ما لم يسيطرون عليه وحسد انتصار كبير بالنسبة للشعب والمناصرين، خاصة في بعد الحادثة أو الصورة المنتشرة للسفير خالد اليماني الآن جيش الآلاف من أبناء الشعب على ظلال هذه الصورة، وانعكست سلبيه كبيره جدا على الجيش الوطني على المقاتلين في الجبهات ايضا منهم ابناء حجر بالذات. نامل ونتمنى من الشرعيه والبيئه التحالف والجيش الوطني سرعه اسناد ابناء حجر وان لا يخذلوهم كما خذل من قبلهم، لانها كما ذكرنا سابقا ستكون الكارثه عليهم ولن يتداعى بعد اليوم او يستجيب لهم ايا كان من ابناء القبائل اليمنيه. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي احمد الحوري، كنت معنا من مارب، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج الحلقه الزميل ماهر ابو المجد، في امان الله.